وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألم تفكر ذات يوم لماذا الذكر عندما يلقح الملك يموت؟ فأنا شخصيا فكرت بذلك لعدة مرات، كما أنني تمنيت أن أعرف ذلك، لكن بعد مرور الوقت اكتشفت لماذا يموت الذكر بعد تلقيح الملكة. فهذا الأمر اكتشفته عندما عرفت بأن النحلة عندما تلسع تموت، وسبب موتها كلكم تعلمون بأن كل أعضائها الداخلية تنتزع مع إبرة اللسع فتموت، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها تموت لكي لا تصيب الكائنات الأخرى بالعدوى. فمثلا لو لسعت نحلة شخص مريض ولم تمت، فتقوم بلسع شخص آخر وتنقل إليه المرض. فمن هنا استنتجت بأن الذكر عندما يلقح الملك يموت، وذلك لعدم نقل العدوى إلى ملكة أخرى وتنتج جيل مريض. فمثلا لو كان الذكر مريض ولقح ملكة ولم يمت ويلقح ملكة أخرى، فسيصيبها المرض، فلذا يموت الذكر بعد تلقيحه للملكة، والله أعلم في كل الأحوال. أليس هذا بالشيء الغريب؟ فالله سبحانه وتعالى أراد بأن يبقى النحل على قيد الحياة، وذلك بموت الذكر بعد تلقيح الملكة، لكي لا تنتقل الأمراض بين النحل. ونحن نقوم بنقل الأمراض وتطويرها بسبب المواد الكيميائية التي نستعملها في خلايانا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة، وأي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المتابعة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.